لهم اعطوه مجال. يعني ليه المخالف يهجمون عليه؟ بس هم هم سنة من سنة هم ينتفضون يا حسام. تفضل. ما ينتفضون ولا شيء ولا يفقهون شيء أحد واحد. المهم الأستاذ ميسم ذكر شيء جميل وقال لك يا حسام أنت تقولت بقول في رواية وقلت أنها كرهت ابنها أو كرهت الحسين. ليه يا حسام تقف على كده؟ إيه اللي مش عاجبك في كلام يا أستاذ ميسم حتى أراجعه أو أشوف أنت إيه المطلوب مني؟ لعلي دلست، لعلي اقتطعت شيء كان يفيد في الرواية، فتتفضل تقول لي هتفرق الكلمة اللي أنت اقتطعتها ولم تذكرها، يعني فهمني يا أستاذ ميسم اعتراضك يعني بعد إذنك. أولا الرواية تتكلم عن إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليه السلام بما ستفعله الأمة بالحسين، فأنت ما ذكرت هذه الجملة. ففاطمة عليه السلام كرهت ما ستفعله الأمة بالحسين وليست كرهت الحسين. إذا أنت ما تفهم روح اسأل علمائك خلي يفهموك. الإمام يستشهد بقول الله تبارك وتعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، ولأنك ما تفقه في اللغة ما راح تفهم كلامي. طيب ما تفهم، أنت ما تفهم، هذا مجاز مرسل حينما يقول في القرآن الكريم إني أراني أعصر خمرة. الخمر لا يعصر، العنب هو الذي يعصر، ولكن هذا مجاز مرسل فذكر الخمر والخمر كذلك. فاطمة عليه السلام اطلع لا تقاطع حينما يقول كرهت ولادته، أي كرهت ما سيقول إليه أمره. وأنا أعرف أنه أنت ما تفقه شيء ولا راح تفهم شيء وراح تظل ترد وتماطل وأنت ما تفقه من كتابية آيتين. والسلام. خلص. طيب الأستاذ ميسم قال الآن أخي سام خلي أبو عاشة يتكلم وانت وراء، لأن أبو عاشة ما أعطيته أنا أرد بس على ما قال، بس خلي يتكلم أبو عاشة. أبو عاشة وانت وراء يا أخي ما أخذ دور دقيقة وصلوا في المجال. دقيقة تفضل أبو كريم. الأستاذ ميسم طلع وقال لك حسام قال إنها كرهت مقتل الحسين، تمام؟ ما كرهت الحسين بل كرهت لما تفعله فيه أمته. أستاذ هذا الأمر اللي تفعله فيه أمته أو تقتله أمته كان تبشير من الله عز وجل أم لا؟ لو قلت هذا يا أستاذ ميسم لقلت للناس جميعا أن السيدة فاطمة كرهت أمر الله لأنه أمر إلهي نزل به جبريل وكلم وحدث به محمد. كتب عليك شيخنا يعني أمر إلهي الله هو الذي أمر اسكت يعني أمر إلهي. شوف الغباء أخواني، شوف الغباء والله العظيم. حسام أنت الآن أسأل سؤالك فأكتم المايك ولا أكتم حسام سأل السؤال أكتم المايك. أمر إلهي اسكت 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 هناك المجال خلي سيدي يجاوبك. تفضل اسكت وإلا أقسم بجلال الله تكتم إلى نهاية الحلقة والله العظيم. أنا بيدي أكتمك داخل مشرف قسم بالله حتى لو يرفعون أنا أكتمك من يمي. فأسكت أحصل لك زين. أخواني هذا الرجل ما يفرق بين الأمر الإلهي والإخبار بالغيب. الله أخبر بما يحدث. أمر إلهي يعني الله أمر بقتل الحسين، الله أمر بسبي نساء الحسين، الله أمر بقطع. أنت مش تفهم بابا، أنت تفهم شيء؟ عمي روح تعلم والله العظيم. أنت كده أنت قاعد تدوس بمصارين لأن كل شيء ما تفتهم. ما تفرق بين الأمر الإلهي وبين الإخبار بالغيب. يعني الله تبارك وتعالى حينما يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلب، يعني شنو مثلا؟ يعني هذا أمر الله، هذا إخبار بالغيب. فرق بين الإخبار بالغيب وبين الأمر القدري كما تسمونه التكويني. تفضل أبو كريم ما بي حل، خلنا نروح أتعشى. لا خليني أسئلة هذا الأخ حسام سؤال بسيط. أنت قلت لي لا تقاطع، أنا لم أقاطع. بس دقيقة حاج ياسر يريد يكمل كلام السيد وأنت. أنا أسألك سؤال. اسمع يا حسام. اسمع كلام الحاج ياسر وجاء ورد عليه. اسمع يا حسام. طيب. تفضل يا حاج أسد. نعم. في كربلاء وقف جيشان. جيش كان يقوده الإمام الحسين عليه السلام. وجيش كان يقوده عمر بن سعد. لعنه الله. الآن أي من الجيشين كان متفق مع الشرع؟
يعني كان موقفه شرعيا، وأي جيش كان مخالف للشرع. تفضل. لا طيب أنا عشان بس عندي التعليل الأول وبعدين جاوب على يعني يجي سيد ميتم أنت جاوب أنت رد على سيد ميتم. هسا أنا هذا سؤالي لك. طب يا حاجة يا حاجة أسد بعد إذنك أدي تعليق بس. أبو يوسف سمعت؟ يبقى أنت يا أبو يوسف تكذب على الناس حينما قلت أمام الجميع خرج الحسين بأمر الله وقتل الحسين بأمر الله. ألم تقولها يا أبو يوسف؟ اطلع كذبني وقول لي أنت كاذب. أجي لك يوسف وجاوب. قتل الحسين بأمر الله وخرج الحسين بأمر الله. أنا أسألك سؤال يا أخ حسام. يا حسام بعدين نجي لأبو يوسف. الآن خليك ويا الحاج أسد. الله يخليك. اهدأ اهدأ هدوء هدوء على مهلك. الآن يجي لك السيد ميثم. اصبر لي. يجي لك السيد ميثم وتكمل حوارك معه لا بأس. الآن أنا سألتك سؤال، قلت لك أي الجيشين كان متفقا مع الله ورسوله والشريعة، وأي الجيشين كان مخالفا لله ولرسوله وللشريعة؟ تفضل. هو فكان فين الجيشين دول أصلا يا شيخ أسد؟ يعني اللي أنا عارفه أنه حصلت معركة في كربلاء بين الإمام الحسين وبين الجيش الآخر، هذا من بديهيات التاريخ. كان أكو جيشين، كان أكو فرقتين، كان أكو فريقين، شو تريد تقول؟ قول. أكو جانبين، كان جانب الإمام الحسين ومن معه وعمر بن سعد ومن معه. الآن أي الفريقين كان موافقا لشرع الله وعلى سجية الحق؟ تفضل. أحسن اسمع الإجابة. كنت في هذا الموقف بعدما اشترط الحسين أن يضع يده في يد يزيد، وإما أن يذهب إلى صغر من صغور المسلمين أو يرجع كما جاء. كنت سأكون هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. عقبة بن سمعان فند هذا القول، وعقبة بن سمعان كان شاهد على ما حدث من أول خروج الإمام إلى بعد كربلاء. كلامه غير صحيح. نحن نأخذ بقول الشاهد وليس بقول القائل. نعم. سمعان في الكامل في الأثير وفي تاريخ الطبري وفي ابن كثير يقول ما لم يقل هذا الحسين، هذا ما أشاع بين الناس، ولكن الإمام الحسين لم يقل هذا أبدا. طيب يعني معنى كده، معنى كده في كتاب الاحتجاج كذب، وفي الإرشاد كذب. ليش فرعت الموضوع؟ يعني أنتوا عندكم صعبة، يعني أنت صعب عليك تجاوب مباشرة. ليش فرعت الموضوع؟ أنت الآن هذه القضية، اسمع صاحبي اسمع. الإمام الحسين أخذ البيعة من أهل الكوفة، 18,000 واحد بايعوا الحسين. ما تقول لي الآن يريد يرجع بعد أن 18,000 واحد بايعوا وحصل هذا القتل وحصلت هذه القضية. هذه اتركها على جنب. الآن أنت جاوبني، عندك معسكرين، أي معسكر كان مع الله ومتفق مع الشرع؟ سؤال مو صعب، سؤال واضح وسهل وكل واحد يفهمه. جاوبني بالله عليك. أجبتك بكل وضوح من الكتب ومن الأثر، وهو موجود عندنا وعندكم. جوابك أعطني الجواب. أي الفريقين؟ نعم بعد شروط الحسين أكون مع الحسين بلا قبل شروط الحسين. قبل شروط الحسين إما أن يضع يده في يد يزيد. طيب ما حكم من الذين قتلوا الحسين بعد الشروط؟ يلا. نعم إذن ما حكم عمر بن سعد والذين كانوا معه بعد أن عرفوا شروط الإمام؟ يلا خذ الإجابة. بعد وضع الحسين هذه الشروط تمام العادلة والتي جعلته يقتل مظلوما، إذن قتل الحسين مظلوما عندنا تمام. إذن إلعن عمر بن سعد. لحظة أبو كريم، لحظة الآن أنت تقول عمر بن سعد لأنه هو سيلعن. الآن النتيجة النهائية بناء على كلامك، بالنتيجة النهائية الآن صار الحسين متوافق مع الشرع والجيش الثاني مخالف للشرع. أخطأ الحسين في الخروج ثم قال أريد أن أرجع أبايع، ووضع الشروط ف
فالآن برأ أن برأ خطأه الآن أمام الجميع، وكانت كانت شروطه مشروعة. إذن أنت تقول، اسمع كلامي حتى تأكد كلامي. إذن أنت تقول بعد أن اقترح الإمام هذه الشروط المفترضة اللي أنت تفترضها، صار الحسين عليه السلام متوافق مع الشرع والجيش الآخر مخالف للشرع، صح ولا غلط؟ نعم، أصبحوا هؤلاء عليه لعنة الله شمر الذي قال لي جيش كامل، مو شمر، جيش كامل مو شمر لوحده، جيش كامل، رئيس شمر. ماشي شمر ما يستطيع أن يعمل أي شيء إلا بأمر عمر بن سعد رئيسه. نعم، لا لا لا، قال له بل يرجع على حكمك، وقال نعم الرأي هذا. هسا يا عمي أنا أعطيني جواب نهائي، الله يصلح حالك. الآن بعد الشروط صار هذا الجيش مخالف لشرع الله؟ نعم، بعد الشروط خالف. نعم. جميل. الآن الأخ حسام يقول بعد ما الحسين قال لهم هذا الكلام، ونحن لا نقبل هذا وهذا كذب، ولكن سنجاري الأخ حسام. بعد أن الإمام الحسين قال لهم هذا الكلام، صار هذا الجيش جيش عاصي لله ومخالف لله، والحسين مع الله ومع الشريعة. كلامي صحيح؟ نعم، هؤلاء الذين رفضوا هذه الشروط وأنزلوه قالوا تنزل على عبيد الله بن زريق. صار واضح. الآن السؤال الثاني، قبل هذه الشروط اسمع قبل هذه الشروط، اسمع عليكم من الله ما يصحبكم، اسمع قبل هذه الشروط هل كان الإمام الحسين مع الشرع والجيش الآخر ضد الشرع، أم كانت القضية بالعكس؟ هذه الشروط أخطأ الحسين، وإلا لما كانت الصحابة. أنا مو هذا سؤالي. أنا سؤالي قبل هذه الشروط، هل كان الحسين مع الشرع والفريق الثاني ضد الشرع، أم بالعكس كانت القضية؟ أنا أخطأ الحسين في خروجه. عمي سؤالي في الشرع، هل عندما خرج؟ أيها المشاهد الكريم، انظر للأخ لا يستطيع أن يجيب، مع أني أسأله بكل أدب وبكل وضوح. أعيد سؤالي إليك. قبل هذه الشروط، هل كان الحسين ومن معه صلوات الله وسلامه عليه على أبي عبد الله، الجماعة اللي مع الحسين عليه السلام، كانوا مخالفين للشرع أم موافقين للشرع قبل الشروط؟ أقول لك أخطأ إلى رجل، ما معنى أخطأ إلى رجل؟ أخطأ، لا مو بالضرورة، لا أنا أريد العبارة الثانية. شبيك تخاف؟ لا تأولني اللي أنت عايز تقوله أنت. أنت هذا لوك الإنسان، شوف الإنسان إما أن يكون موافق للشرع. اسمع يا رجل، اسمع، الإنسان إما أن يكون موافق للشرع أو يكون مخالف للشرع. فقبل هذه الشروط أنا موافقا للشرع أم مخالفا للشرع؟ لا تهرب، خذ القول، لا تقول قل يا حسام هكذا، لا والله انت ما اقول لك اللي انت عايزه، اقول لك ما انا اعتقد فيه. طيب لا بأس. الفريق الثاني عمر بن سعد وجماعته قبل الشروط كان متوافق مع الشرع ام مخالف للشرع؟ وانت سألت لي ثلاث اسئله، مش حابب تتسأل؟ ما في إشكال، جاوبني واسألني، لا بأس، جاوبني واسألني. الآن أنا بعدني ما خلصت سؤالي. الفريق الثاني عمر بن سعد المجرم وجماعته قبل الشروط كانوا متوافقين مع الشرع أم مخالفين مع الشرع؟ كانوا على صواب ومتوافقين. نعم، جاوبتك. جميل جدا. إذن القضية هكذا يقول الأخ حسام. الأخ حسام هكذا يقول قبل الشروط كان الحق مع عمر بن سعد، وبعد الشروط صار الحق مع الحسين وصار عمر بن سعد على الباطل. هكذا تقول، أليس كذلك؟ نعم. إذن بما أننا نعرف أن التاريخ فند هذه الشروط، وبما أننا متيقنون أن الإمام الحسين لم يقل هذا الكلام، فهذا إقرار من الأخ المحترم على أن فريق عمر بن سعد كان على صواب، لأن هذه الشروط ما موجودة. نعم. والإمام الحسين عليه السلام كان مخالفا للشرع على كلام الأخ حسام، صح ولا لا؟ خلينا نسأل. لا ما صح طبعا، لسبب، لأنك قلت هذه الشروط ما هي موجودة، هذا التاريخ فندها. بيني وبينك التاريخ سمعان فند هذا في بيني وبينك التاريخ
انت من وين جبت هذه الشروط؟ انت جبتها من التاريخ، بيني وبينك التاريخ، التاريخ يفندها. نفس المصدر اللي انت جبت به هذه الشروط هو نفسه يقول هذه الشروط غير صحيحة. نعم انا هجيبه لك من عندك تمام، من الاحتجاج للطبرسي. تخيل هجيبه لك. جيب السند. اسمع انت جيب لي مصدر، جيب لي مصدر معتمد للتاريخ. الاحتجاج للطبرسي كتاب كله مرسلات وكتبنا نعتز بها، هذا اولا. ثانيا لا يوجد عندنا هذا الشيء، يعني لا يوجد عندنا لا روايه بل عندنا ما يدحض هذا الشيء، وكتبك انت ايضا اكدت كلامنا. وهذا تاريخ الطبري امامك، تاريخ الطبري اقدم مؤلفاتك التاريخيه واقدم مؤلفاتك التفسيريه هو تاريخ الطبري تقريبا. فانت جيب من تاريخ الطبري بعد، ليش تروح تجي للكتب؟ ممكن سؤالي ليك بعد اذنك؟ تفضل. الواحد شوف انت سالت ده. لا بس تعليق، بس تعليق. اولا السلام عليكم حاج حسام. حسام اعطينا مجال اسال الاول يا اخي. انا شفت خلي نسلم يا حسام، خلي البرنامج مو كله، خلي ابو يوسف يتكلم. مو كله لك، خل سلم ابو يوسف. هذا يا ابو يوسف حاج ايوب. حاج ايوب مولاي سيد حجينا الغالي شيخنا العزيز الله يحفظه. عظم الله يكرمكم، حيا الله حجينا حجي واحد سيد ميثم ابو كريم. حبيت اسلم عليكم انا بالعمل، ولكن سمعت حسام. شوفوا حسام ذكر هذه ما المفيد، والمفيد حتى في كتاب المفيد يقول ان الامام الحسين تناجى ورجع، وبعدين هذا عمر بن سعد وحده هو اللي كذب. وهل نحن نصدق عمر بن سعد يا رجل؟ هل نحن الشيخ المفيد هو منقول عن ابن عمر بن سعد وليس عن الإمام الحسين؟ هو كلمة واحدة، ما نطق كلمة كلمة واحدة، وبعدين يكذب علي يقول أنا قلت أن الحسين قتل بأمر الله. أنت مجنون يا رجل. نحن نعم نعتقد أن الإمام الحسين معصوم وأئمة آل البيت معصومين، وأنا احتججت في باب في الكافي أن الأئمة ما يفعلون شيء إلا بكتاب من الله بتقديم ذلك إليهم من رسول الله، وليس أن الله أمرهم، أمر الناس أن يقتلوهم. هل أنت مجنون يا حسام تتكلم؟ بعدين أبو عائشة النووي، أبو عائشة النووي كيف أنت تسمح؟ أنت دخلت تتكلم بس معلش عندي سؤال. أنت كيف تسمح يا أبو عائشة النووي أن يخطط يزيد هذا؟ يا حسام أنت ادعيت على أبو يوسف ادعاء، فمن حقه يرد على الادعاء. والله سأجي لا إليه تحلف بالله، والله إنك كاذب. المقطع الذي قال فيه أبو يوسف يا با هدو 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 خرج بأمر الله طبعا. أحسن أهو قال لك بأمر الله طبعا، خرج بأمر الله، ولكن هل قتل هل الذي قتله؟ يبقى أنا ما والله شيك أنت خلاص مجنون أنت خلاص. طيب هل أنت مجنون؟ أعطيني فرصة. إيه تفضل 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 تفضل. شكرا حياك الله ابو يوسف، حياك الله. لحظه انا بدي اقدم الاخ عمار والاخ عمر. لحظه فرات تفضل فرات يا حد واحد دقيقه من الاربع ساعات. تفضل فرات دقيقه من الاربع. يا حسام يا اخي انت شنو البرنامج؟ كل الاخوان موجودين بالدور، شنو القضيه؟ تفضل يا حبيب. تفضل فرات ارجع لك تفضل فرات حبيبنا تفضل. السلام عليكم حجينا الغالي. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك. سلامكم الله. الله يبارك فيك رحمة الله يخليك. حجينا الغالي قال سيد ميسم كلمة حقيقة أخذت شيء من مخي، يعني وليت أفكر بيها، أن أول سهم أطلق على الحسين كان يوم السقيفة. نعم. وأيده الحاج أسد مستشهدا بكلام الشهيد حسن شحات، حسن شحات أعتقد. أنا أقول أنا أقول يا عبد الملك والعصيب. أنا أقول أن القول رجل يا رجل هو شدة وتروي. لحظة أجيك أخوي أبو عبد الملك الحبيب تفضل. أن القوس قد شد وتره يوم رزية الخميس. يا أخي يا أخي اصبر خلي يتكلم رجل سني وصار شيعي. السهم على الحسين في يوم السقيفة قد شد في يوم رزية الخميس. حتقول لي أنت مين تحكي؟ شنو هالقصة؟ مين لك هذا الكلام؟ أنا راجعت أسأل الله أن يحشرك مع حسن شحاتة. اللهم آمين. الله بس أنت اصبر. التشبيه آمين. شبيك بس تطفر. آمين.
تفضل اخو عبد الملك. مو انت شنو ثلاثة ايام ويا حاج اسد وسيد ميثم خوش عدل، ايش عجب من رجع حاج وعد قلبت حميس البخاري اعتقد برقم 2997 عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الرزية يوم الخميس، لماذا بكى ابن عباس مثلا في هذا الحديث، وفي أي وقت أخبر ابن عباس سعيد بن جبير، علما أن سعيد بن جبير من مواليد أعتقد 46. والله يا بان أقول لك، أنا أقول لك لماذا بكى، بكى على هاي الأمة الشيخ أبو عبد الملك الله وكيلك ابن عباس. لا لا, لا. الكلام أعتقد عمر سعيد بن جبير كان 15 سنة إذا كنت راشداً. اعطيني دقيقتين بعد الستة أنشف لك هذا الدين الذي أنت تؤمن به نفسك من أوله إلى آخره. ماشي ماشي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. من عيوني من عيوني من عيوني الدل، أعطيك دقيقتين دل. ابن عباس أخبر سعيد بن جبير بهذا الحديث سنة 61 أو 60 هجرية، أي بعد استشهاد الإمام الحسين. هذا أكبر دليل على أنه ابن عباس أطلق هذا الحديث لسعيد بن جبير حول رزية الخميس بمناس وبكى حتى سالت دموعه وبلت الحصى بعد مقتل الإمام الحسين، أي أن كل ما جرى على هذه الأمة كان نتيجة رزية الخميس. سنت الله يخليك الله يبارك فيك. طيب الآن دور الأخ